لا بقول لك ايه جدع، انت هناك هو هنا. وادي ايه؟ ولا تركش بايدك، مش معايا. لا ايدك انت في جنبك بقى، ايدك في جنبك بقى. اه معرج معاه بس مش كده. بقول لك ايه، فكك من بقى الحمضان. انت هناك يا انت هناك، مين جابك هنا؟ شوف دي كده معلم، ليه كده؟ دي كده معلم، انما انت ما طلعتش معلم يا معلم. ولك ايه؟ خدوا التك علي. امهر ابيض، امهر ازرق. من ده انت؟ اديله واحد. انت؟ انا؟ ما بقرة؟ شطار. حي على الحرم مدينا اخدك جو. يا الله هتعمل فيها ايه؟ هتعمل فيها حوت اللي في ايدي ده. ايه هتعمل فيها حوت؟ علي الحرم مدين، ما تخافش، ده انا صايع عن الدرجات. مراجعة؟ اه مش رايع كمان. على الحرم مدين اللي هو بعزق. بعزق قلت وانا اعزق. يلا برا الف برا. اني بقول لك صل على النبي. السلام. ها؟ اه. اللي بيوقعك من تحت. واخدها؟ واخدها؟ يعني لسه وانت ربنا رزقك بالما بتقعد المقطع على طول. انا؟ وانت ربنا رزقك بالهوب. يعني هنا من هنا. قصدك ان هو اهبل يعني؟ في كلب هنا. قصدك ان انت ايه؟ ان محمد اهبل؟ مين؟ قصدك ان ايه اهبل؟ انت مفكر ناصر ولا ايه؟ الاحمر ده ولا ايه؟ ها؟ الاحمر؟ عمك يلا. ولا؟ ولا ولا بعد ولا ايه انا لازم اراوي ولا ولا هو يا انا ايه ولا بعد بعد وانا عاد تعال اوريك بعد بقى وبأماره من درب بعد اذنك اشري. خش خش يا ابو قوم له اي عزيز خش خش برا اوريك الدبل الوالد. خش خش اوريك الدبل الوالده جوه. اوريك والده هناك. استنى استنى ايه هتزعلي ولا ايه؟ عاوز يعني بالظبط يعني؟ هتزعلي ولا ايه؟ بص بقول لك ايه؟ ايه يا بعز؟ اتكلم بايدك كده؟ حط ايدك جنبك؟ حط ايدك جنبك؟ ليه؟ حط ايدك خده من غير ليه؟ الحقيقة هديك الظابط. ها؟ نعديك الظابط، على ديك الحكومة، على ديك رئيس المباحث ذات نفسه خالص. ايه رأيك بقى؟ يعني ايه اللي انت شايفه؟ انت؟ لا انت. هو بيهموش يابا. انت عايز يعني ايه؟ عايز ايه؟ عايز اوريك الدبل والدي قبل ما اروح. روح يا عم انا ارجع. افتح لي شوف البتاع. افتح له اهو. قوم يا عم. انت خايف ولا ايه بقى؟ قوم يا عم اوريك الدبل والدي. بس خلي شوف خلي اقول ايه. انت خايف تخش ولا ايه؟ قوم يا عم. اه ايه خايف كده؟ انت خايف يا صاحبي. قوم بقى يلا خش. هتعرف؟ طب صل على النبي. قدام الرجل اهو، قدام الرجاله اهو كلها، الرجلين قاعدين. لو انت ذكر لو انت ذكر وافتزك لباس ده، لو افتزك لباس وانت اعمل علي الحرم الدين اشقك نصين. يا نهار ازرق. علي الحرم الدين انا بحب علي الحرم الدين وامر محلف تباط اللي اسال شيرين. قصدي يعني بالظبط يعني ما عنديش خد. قصدي ايوه بقول لك لو مسكته من ودنه اشقك نصين. خليه يعمل بعد اذنك يا شريف، بعد اذن الراجل الجدع اللي عامل. اتفضل يابا.